عندنا هلا بالحاج علي أغنية محال نفهم أو مستحيل نفهم، وهي بتصور موقف بسيط جدا في الحياة اليومية، إن من صعب جدا إن أنت تفهم الناس اللي حواليك بيفكروا إزاي حتى لو كان صديق أو قريب، وإن هو ممكن بأبسط شيء إن أنت لو اتكلمت معاه أو فتحت قلبك ليه واتكلمتوا انتوا الاثنين مع بعض، التواصل ما بينكم هيكون اسهل بكتير من غير سوء ظن او مش اندرستاندينج. شارك بأغنية محل نفهم، وأنا بديت أحب الموسيقى من أنا صغيرة، ولكن النشاط يعني في فرق وكونسرت كان بداية من 2005. نحاول نعبر على فكرة معينة اللي هي حالة الإنسان العادي في انتقادات للتصرفات يعني اليومية الإنسان اللي مفروض صلحها. عرفت الأرابيك فويس من الانترنت وعجبتني الفكرة برشا، فقررت اني اشارك عشان فرصة باش واحد يعبر على الحاجات نجم تهم اي شاب عربي بصفة عامة. احلى حاجة فيها هي الناس اللي كانت موجودة، هي فرصة حلوة للتعارف، ويشرفني الناس اللي اشتغلت معهم، موسيقيين جامدين يعني. المشاركين او في الصوت العربي كلهم على مستوى عالي جدا من الموسيقى والتاليف الموسيقي وافكار موسيقيه جديده كمان على الجمهور العربي، غير كده ان الموسيقات اللي هي متقدمه اي روك وهيب هوب وسوفت روك والكلام ده كله، بس كلهم محافظين على الهويه في شكل الكلام بلغه عربيه فصحى او بلكنه البلد بتاعتهم، او كمان فكره كمان اللي بيطرحوا بيها او اللحن الميلودي اللي بيقوله المغني بيحافظ على في شكل كبير قوي ان هو يكون عربي او يكون بهويه بلد، وده اللي احنا كنا بنحاول برضك نعمله في الصوت العربي، ان احنا ما نحافظش بس ان احنا نقدم اشكال ان هي بس تكون غربي وفقط، لا نحافظ ان يكون في ملمس بتاع كل بلد او كل شخصيه مغني او فرقه ان هي تقدمها بشكل تمام. سامر زكي اللي هو اغنيه رسول حريه من الاردن، بيتكلم عن ان كل بني ادم ان هو عنده لازم يكون عنده حريه ويتفتح ان هو يراعي ويحافظ على الحريه بتاعته ديت، وما يستجيبش لكل الضغوط الاعلاميه وكل اللي احنا بناخدوه ونشربه من الاعلام. هيو سابو يلا كنا يرفع ايدينا فوق زي هيك، اشوف ايدينا فوق زي هيك يلا رصوا حريه محصن بعقل وقلم وثقة وعين مدون ممثل وكاتب بكتب اللي بحسه برسم اللي بشوفه حتى لو انه صعب واعي تخريجه وانشوره الكو قوة اجتمعت فكرت خططت طلعت قاومت كملت قررت انه ظلم انسان مالح على الحرية الرافع ولو تمر سنين. ايو سام هو
من الأردن. أستاذ أستاذ الهيب هوب. يعني أنا بديت 2001 ل 2002 عملت ألبوم زمان أيام ما كان الهيب هوب لسه تحت الأندر جراوند كمان، يعني مش إنه بس أندر جراوند. بعدين وقفت لسبع سنين تقريبا، رجعت آخر 2008 عملت شغل الحمد لله كتير حلو. صار في تطورات بالهيب هوب حاليا، يعني لسه العرب مش مستوعبين إنه شو الفرق بين الريل هيب هوب وبين الكوميرشال، ومش مهتمين اهتمام بالراب العربي كتير. فاحنا يعني خصوصا انا عم بحاول انه في اي طريقه انه نطلع الهيب هوب بشكل حلو، كلام كويس بفلو حلو بستيج حلو بكل شيء. واهم شيء طبعا عندنا اللي هو الرساله. انا عملت تقريبا بالاردن يعني عملت 35 عرض تقريبا، في منهم هيب هوب في منهم مشاركات. اكثر شيء انا بتكلم عن الاجتماعيا، يعني بتكلم عن مواضيع الاجتماعيه، زي بتكلم عن الحرية بشكل عام، حرية التعبير. تكلمت بأغنية عن حرية الإعلام، تكلمت عن العلم، العلم مهم بالنسبة لي مهم جدا. عدت مجموعة أغاني للأستاذ محمود، هو مدير الصوت العربي. بعد فترة كنت بمصر، كان عندي عرض بمصر، بالصدفة بطلع على الموبايل وصل مسج إنه أنا تمت اختياري أغنيتي من الأردن كأفضل أغنية بديلة في المشروع من الناس اللي قدموا. انبسطت كتير وهيني اليوم هون. وطبعا العرض يعني راح إن شاء الله راح نبذل زي دائما كل قوتنا في العرض اليوم اللي راح تشوفوه إن شاء الله. بالنسبة للكيف إنه ممكن إحنا نطور الالتيرناتيف ميوزك عن طريق المشاريع اللي زي هيك. المشروع هذا مش مشروع بس هيب هوب، مش مشروع روك، مش مشروع جاز. المشروع هذا مشروع فن بديل، فن كامل. فالأستاذ محمود اللي هو المسؤولين عن الصوت العربي، الفكرة دي هم عاوزين يدعموا الناس الاندبندنت المعتمدين على نفسهم، اللي عم بتعبوا. كلنا نوقف ايد واحده مع بعض بالصوت العربي ونقدم العروض. فلما تتخيل انت واحد مميز جدا يجي من سوريا، واحد من مصر وكذا وكذا، يعني ناس كبار بالفن ويشتركوا مع بعض كلنا مع بعض، اكيد العدد حيزيد. وانا اتمنى يصير زي تورز، يعني نصير نعمل بمصر، نعمل بلبنان، في الاردن، اي مكان. فده بيطور الفن بالاهتمام، وموجودكم طبعا انتم باهتمامكم فينا ده بيتطور شوي شوي وبصير في فن موجود. معروف انه خياط بسمام اذا انفتحت، بانه قلع العيون اذا شافت اي حق يجي مبينة او مخفية هينة. زلمة قلم الغلب فضحه ضربه شطبه قلبه قلم فضل الظلمة انه ما تخافش، خليهم يقلوا ويمعوا بيفكروا انهم بيخلطوا ما حدا مات. كمل ما تفوت ما تكتم دمك بس تكتب بلغتك اللي في نفسك. لا بيش تلاقي بيها شعبي بيتاش وما افرقش انقفة تسمعش منه اذا مش عفوخة ليخش وما يطلع عيد اعرفك عنا احنا رسل يلا مقفين مع بعضنا بس اندافع عنا بنبقى حاجة عن طريق توصيل رسالة. الاغاني المشاركة معنا في الصوت العربي، وانا شفت فيها على مستوى الكلام او على مستوى اللحن والتوزيع في ثراء كتير جدا فيه، وفي افكار جديده انا حابب او بتطلع ان انا اطرحهم على الجمهور العربي. مبادره نسيج للتنميه الشبابيه المجتمعيه بالاردن ان هم اهتموا بالفكره وشافوا ان العمل كله مبني على مجموعه شباب وكلهم عرب وكلهم فنانين وعندهم باك جراوند تقريبا واحده او خلفيات واحده بالنسبه لفكره ان احنا لازم ننتج او نعمل عمل فني مشترك يكون فيه كل المشتركين شباب ويعبر عن الشباب بشكل ما. واللي قدموه من اول بدايه الفكره وسبورت، مش بس مجرد ان هو سبورت مادي وفاندريزر، لا سبورت في خبره اداريه وازاي ساعدوك ان انت تكون قادر تدير المشروع بشكل رائع، ومتابعه دائما على الجانب المادي وعلى الجانب الاداري كمان ان انت ماشي ان تايم وماشي ما فيش اي مشاكل عندك.
وقدموا سبورت رائع جدا معانا. واتمنى ان فكره المشروع اللي احنا بنعمل فيها بقالنا سنه دلوقتي وبنحاول نجاهد فيه انها تستمر كمان للفتره الجايه تكون لقت استحسان عند الجميع وحققنا اللي احنا عايزينه. وبحب اشكر يعني كل الناس اللي ساهمت في المشروع من اول فكره مثلا من سنه ووصولا بالكرو العمل اللي احنا بنشتغل مع بعض. والحب ناس كرو اولا المدير المالي والمدير التسويق معايا محمد فوزي، معايا كوردينيتورز معايا من مصر كان ماجد وجدي، وكان معايا اتنين كمان من شباب اسلام نصر ومحمد حبالة وهم شغالين لوجيستيك معانا. معانا في لبنان اشرف مطاوع، في الاردن محمد اللافي، في فلسطين نزار ابو زياد، سوريا شمس اسماعيل، في تونس وسيم بن رحومه، في المغرب فاطمه الزهراء. دول شباب اللي شغالين معانا في الكرو صوت العربي وهم يعني قدموا مجهود اكتر من رائع ان احنا نوصل للمرحله ديت. مستحيل ده لان انا محدش بيدقق تابع عشان فيها وانا بطل مفضل مغير فهادي وقفت من لازم وقفت وقفت ما تابع فيلم نص المجتمع مخرج اول ذكي